التاريخية للوصول على الرئيس المنتخب الثامن في تاريخ التعددية الديمقراطية الجزائرية عبد المجيد تبون، والذي استقبله ورافقه إلى بوابة قصر الأمم وهو يمشي بجانبه هو الفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهورية. طيب تفضل، موفي في ذات الشق الذي تحدث عنه البروفيسور. طبعا الحديث اليوم عن الأحزاب، اليوم الجزائر ستشهد من المؤكد خارطة حزبية جديدة مخالفة للسابقة، لأنه حتى في ذلك بالنسبة إلى دور الأحزاب لاحظنا أنه عبد المجيد تبون لما كان مترشح يعني سابقا أنه رفض أن يكون مدعوما ومساندا من طرف عدد من الأحزاب. هذا الأمر جد مهم. هذه الصورة على المباشر للرئيس الجديد عبد المجيد تبون والذي يدخل الآن إلى القاعة. صلاة النبي. صور تاريخية نتابعها الآن للرئيس المنتخب الثامن في تاريخ التعددية الديمقراطية الجزائرية عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح الذي تولى الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور الجزائري. هو يدخل الآن إلى القاعة وسط تصفيق الحاضرين المتواجدين هناك. عبد المجيد تبون رئيس الجديد وهو رفقة عبد القادر بن صالح الذي تولى الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور. يحيينا الحاضرين هناك من وزراء وسفراء وعدة شخصيات ورؤساء أحزاب الذين توافدوا اليوم لحضور مراسيم تنصيب رئيس آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ بلال بن عمروش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. يتقدم الآن رئيس المجلس الدستوري السيد كمال تنيش لقراءة الإعلان الرسمي المتضمن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية للثاني عشر من ديسمبر 2019. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. رئيس الحملة العليا. أما بعد، فخامة السيد رئيس الجمهورية،
السيد رئيس الدولة، السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس مجلس الشعب الوطني، السيد وزير الأمن، السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أصحاب المعارف، أصحاب السعادة، السيدات الفضائيات، السادة الأفاضل، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم. والآن أتلو عليكم البيان بنص الدستور الأكثر. وأرد في 19 ربيع الثاني عام 1441، وأرد في 16 ديسمبر 2019، يتضمن النتائج النهائية الانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري بناء على الدستور ولا سيما المواد 85 87 88 89 182 الفقرتان 203 وإن مقتضى القانون العام رقم 16/10 المؤلف 28 ذي القعدة عام 1437 موافق 25/6/2016 والمتعلق بنظام انتخابات المعدل والمتم لا سيما المواد 137 145 148 160 فقرة 2 والمادة 163 فقرة 4 والمادة 172 منهم. ويختار النظام المؤرخ 7 رمضان عام 1440 موافق 12 مايو سنة 2019 المحدد بقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم لا سيما المواد 52 53 54 78 78 مكرر و 80 عفوا. وبمختار المرسوم الرئاسي رقم 19245 المؤرخ 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن بسجع الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 36 المؤرخ 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر 2019 المتضمن الموافقة على القائمة الانتخابية للمترشحين لانتخاب رئاسة الجمهورية. وبعد الاطلاع على محاضر الفرز والأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجنة الانتخابية الولائية ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجنة الانتخابية المقيمين في الخارج ونظرا لعدم تلقي المجلس الدستوري أي طعن في عملية التصويت وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد تصحيح الأخطاء المادية تضبط النتائج النهائية للأرقام كالتالي: العدد الإجمالي للناخبين المسجلين 24,464,161 العدد الإجمالي للناخبين المصوتين 9,755,640 عدد الأصوات المعبر عنها 8,510,415 الأصوات التي تحصل عليها المترشح السيد تبون عبد المجيد 4,947,523 بنسبة 58.13%. واعتبارا أنه وفقا للمادة 85 الفقرة الثانية من الدستور يتم الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، واعتبارا أن المترشح السيد تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، وبالنتيجة يعلن المجلس الدستوري السيد تبون عبد المجيد رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 و18 و19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 و15 و16 ديسمبر سنة 2090 تحية الجزائر ونشكر الخلود لشهداء الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2090 الكلمة الآن لفخامة رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح. قد يتنفس